هاي نباتات يعني هي داخلية وهي خارجية حدائق، وأيضا نجيب لنا ثيل هم تزين الحديقة بها، يعني مشكلة هاي كلها قدامكم، الصايات أنواع الشكل، بالإضافة إلى عندنا تربية الأسماك، الأسماك الزينة هي اي هم غبيه. نحن الدعم نتمنى من الدوله انه تدعمنا، يعني حتى لو يعني قروض، يعني نكون ممنونين منها. يعني نحن انتخابات ضروريه، لازم ننتخب، سواء ننتخب يعني الى الافضل، يعني على الاقل هم يدعمونا ويوفرون لنا وسيله عمل لذول الشباب اللي عطاله بطاله يعني حاليا. بس اذا ما دعمونا ما حد ما يطلع ينتخبهم العدل، يعني نحن هذا اللي نتمنى له. نحتاج يعني توفير اول شيء المياه، المياه يعني شويه ضعيفه اول شيء. دعم الزراعه يعني داخل الموصل، يعني دعم المشاتل كافه النواحي ان شاء الله. راح اشارككم بالانتخابات؟ اكيد طبعا طبعا، يعني مثل ما اقول المثل بالمثل، يعني عشان يعني يدعمون العالم، يعني خلونا شلون اقول لك؟ تمام بالضبط. ويعني نحن اهل المدينه مثل ما يقولون، ف يعني مثل ما يقولون ما تروح للغريب. ادعو كل العراق يشاركون يدعمون حتى يكون كلنا نعيش معيشه طيبه ونعتمد على نفسنا وما نعتمد على باقي الدول ونشتغل. اذا انتخبتم ودعموكم ما فيكم تطورون هذا الشغل مالكم؟ والله اذا دعمونا ليش ما نطيق؟ ليش؟ احنا ايش بينا؟ ايش قاصرين؟ احنا ما قاصرين، بس احنا الدعم ما عندنا.